هل توضيح ظروف المرضية لأحد من أقربائي إذا أصيب بمرض كالوالدين مثلا من أجل الدعاء، أو للرئيس في العمل لتقدير ظروفنا، هل هو من الجزع والتسخط؟ لا، ليس من الجزع. إذا كان تذكر مرضك لأجل تمنح إجازة نظامية هذا ليس من الجزع، هذا طلب لحقك، لأن هذا من حقك، من حقك الإجازة المرضية، فليس عليك شيء في هذا، الحمد لله، وليس من الجزع. نعم. هل يجوز، أو إذا طلبت، إذا أخبرت والدك بأنك مريض من أجل يدعو لك في الشفاء، أو طلبت من أحد إخوانك أنه يدعو لك لأنك مريض، فليس القصد منه الجزع، هذا القصد منه طلب الدعاء، هذا طيب. نعم.